وللمزيد من التفاصيل أيضا ينضم إلينا من رام الله دكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا وبك على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور عمر. بداية، ما رؤيتك حول الحراك المصري والعربي والدولي للوصول إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة؟ يعني بداية، كما تعلمين ويعلم الجميع، جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وطرفي النزاع حاولت أن توجد قواسم مشتركة لتجسير المسافة في المطالب المختلفة، ولكن كان هناك استعصاء كما يعلم الجميع من قبل الطرف الإسرائيلي الذي ما زال حتى اللحظة يرفض تقديم أبسط المطالب، وهي السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم، ويريد أن يقنن ذلك بعدد محدد ودون سن محدد، بمعنى أنه قال من سن 18 إلى سن 60 ممنوع لهم العودة إلى بيوتهم. فضلا عن ذلك، ماذا عن باقي الأعداد؟ وأنت تعلمين أن هناك ما يزيد على 1 مليون إنسان هو نازح من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي هذا أحد الإرباكات. فضلا عن ذلك، حول عملية التبادل لأسرى الحرية وللرهائن الإسرائيليين، أيضا هناك إرباك في هذا الجانب، والانسحاب الإسرائيلي وتفتيش المواطنين الذين سيخضعوا للتفتيش من قبل إسرائيل في الحواجز الإسرائيلية بذريعة أنهم يبحثوا عن مقاتلين من فصائل المقاومة. بالتالي الجهد المصري أود أن أقول، والجهد العربي إجمالا، لا بأس به، ولكن المسألة ليست بالجهد المصري ولا بالجهد القطري ولا بأي جهد إيجابي سعى، إنما في الاستعصاء الإسرائيلي وفي أيضا عدم ضغط الولايات المتحدة الكافي على إسرائيل، رغم أنها تعلن على الملأ باستمرار وبشكل يومي أنها تضغط على نتنياهو، ولكن نتنياهو، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بما تملك من أسلحة ومن أوراق القوة تستطيع أن تضغط، توقف على الأقل إمداد إسرائيل بالسلاح، توقف هي لم تكن تضغط إسرائيل بالذخائر. نعم دكتور عمر، لم تكن تضغط وكانت تعارض أي قرار لمجلس الأمن على الرغم من محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار، ومنها إعلان مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه حيال استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في حربها على غزة. يعني كيف ترى هذه التجارب الإسرائيلية المباشرة وما قانونية استخدام هذه التقنيات خلال الحرب برأيك؟ أولا، كما تعلمين، أثبت الذكاء الاصطناعي أنهم من خلاله قاموا بعملية تدمير هائلة وقتل للأبرياء للأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها. وبالتالي هذا الذكاء الاصطناعي للأسف، وآخرها بالمناسبة قتلوا 7 العمال أو الموظفين في المطبخ العالمي، وهم بالمناسبة بين قوسين أيضا يعملون، بعضهم يعمل في أجهزة أمن بريطانية وأمريكية بغض النظر، ولكن هؤلاء 7 هم يعني جاءوا للمساعدة في تأمين إيصال مساعدات غذائية للمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والموت والمرض والأوبئة، ومع ذلك قصفتهم إسرائيل. وهذه ليست أول مرة، ويعلم الجميع أن إسرائيل لن تعاقب، هي اتخذت إجراء بعد متى؟ بعد 3 أيام وبعد ضغوط دولية التي ارتفعت حدة أصواتها من قبل الدول المعنية بالضحايا،
خاصة بريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول وألمانيا وبولندا. ولكن ماذا فعلوا؟ أحالوا اثنين من الضباط على التقاعد وآخر تم تأنيبه، وكفى المؤمنين شر القتال. يعني هذا ما دفع دكتور عمر أيضا المفارقة على السبع أشخاص الذين تم اغتيالهم، قامت الدنيا ولم تقعد. و 33 ألف شهيد من الأطفال والنساء جلهم وشيوخ. الرأي العام العالمي وتحديدا الدول ذات الصلة بالسبع ضحايا كان صوتها خافتا، باستثناء الرأي العام الشعبي الأهلي كان صوتا دكتور عمر إيجابي. وهذا ما دفع أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتبني قرار مؤخرا فيما يتعلق بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب في قطاع غزة. إذا يعني هذا القرار، هل ترى بأنه سيكون ذا فعالية أم أنه سيلقى يعني مصير باقي القرارات التي لم تلتزم بها إسرائيل؟ كم قرارا أمميا اتخذ حتى الآن ذات صلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ هناك أكثر من 1000 قرار، ومع ذلك لم تلتزم إسرائيل بأي قرار. طبعا قرار إيجابي، ونحن نرحب بكل قرار إن كان من مجلس حقوق الإنسان أو اليونسكو أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو أي منبر أممي يدعو لوقف الحرب فورا. نحن نرحب بهذا القرار ونعتبره جزءا من معركة الصراع، من معركتنا ومن الصراع مع دولة الاحتلال النازية الإسرائيلي، ونرحب بهذه الجهود. ولكن ماذا حصل حتى الآن؟ هل تمكننا من إيقاف الحرب؟ أخذ قرار في مجلس الأمن في 25 آذار مارس الماضي، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعد أن نزعت الدسم من القرار الأممي، وهو قرار ملزم، لأن كل قرار يصدر عن مجلس الأمن بغض النظر عن الفصل الذي يستند إليه، إن كان الفصل السادس أو الفصل السابع، هو ملزم لأي طرف من الأطراف. ومع ذلك خرجت الولايات المتحدة لتقول أنه غير ملزم، ولم تلتزم إسرائيل أساسا. حتى الآن عملية حرب الإبادة ما زالت مستمرة ومتواصلة، ويرتفع عدد الشهداء بوتيرة وبمتوالية هندسية على مدار الساعة، وكذلك أعداد الجرحى فضلا عن عمليات التدمير وتقنين المساعدات ومضاعفة وازدياد حرب الجوع وحرب الإبادة وحرب الأمراض والأوبئة على أبناء الشعب العربي الفلسطيني. لابد من توجه عالمي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتخذ قرارا بإلزام إسرائيل بوقف الحرب. وأنا بعتقد ومن هذه دكتور يعني اسمح لي، من هذه الدعوات أيضا هناك دعوات دولية واسعة أيضا وصلت إلى حد المطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. من وجهة نظرك كيف تؤثر تلك الدعوات على مستقبل العدوان على قطاع غزة؟ بما فيها القرار الذي صدر أمس عن مجلس حقوق الإنسان، 28 دولة صوتت لصالح وقف تصدير السلاح. ماذا؟ هناك قبل أي يومين أو ثلاث صفقة ب 18 مليار، ما يزيد على 18 مليار دولار لصالح إسرائيل بإرسال طائرات F-35 وF-15. وقبلها بيومين هناك صفقة من الذخائر والقنابل والصواريخ التي وافقت على إرسالها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. والجسر الجوي والبحري والبري على تواصل مستمر بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية للدولة اللقيطة دولة إسرائيل. بالتالي المشكلة أن ليست في القرارات الأممية ولا في التوجه العالمي، لأنه على المستويين الرسمي والشعبي هناك تصاعد في وتيرة الأصوات المنادية بوقف الحرب، ولكن من الذي يمسك بمقاليد الأمور في السياسة الدولية؟ ومن الذي يمسك المفتاح الأساس؟
للأسف حتى اللحظة الراهنة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نستطيع، إذا أنا أقول دائما وقلت على شاشتكم أكثر من مرة، أن بإمكان الأشقاء العرب أن يستخدموا أوراق القوة المتوفرة باليد العربية وتستطيع أن تؤثر، ولكن لا أدري ولا أستطيع أن أجزم خلفيات عدم استخدام هذه الأوراق. مع ذلك علينا، يعني نحن نرحب بالمواقف العربية الرسمية المعلنة المؤيدة للحقوق وللثوابت الفلسطينية، وحتى ورقة السداسية العربية تم التوافق عليها مع القيادة الفلسطينية ونحن شركاء في هذه السداسية. آمل من القمة العربية القادمة في 16 مايو أيار القادم أن ترتقي إلى مستوى أعلى من الخطوات الإيجابية العربية في مسار. ولكن دكتور، على الرغم من كل هذا وذاك، إلا أن الجهود المصرية منذ بداية العدوان على قطاع غزة كانت واضحة بالتأكيد في محاولات لوقف العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال مساعدات طبعا وغيرها، ولكن ما توقعاتك من يعني المفاوضات التي من المتوقع أن يعني وهي المفاوضات التي ستعقد غدا في القاهرة للوصول إلى هدنة إنسانية جديدة ووقف إطلاق النار؟ هذه يعني المحادثات والمفاوضات غدا لربما يعني تصل فيها الولايات المتحدة إلى ضغط أيضا على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب على قطاع غزة. أولا نحن لم نشكك ولا أنا أشكك بالدور المصري الريادي على صعيد دعم ومساندة أشقائه من أبناء الشعب العربي الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا بحكم الجغرافيا الماثلة في الواقع وعلى الأرض. أما فيما يتعلق بالمفاوضات فلا أعتقد أنها تحمل بشائر خير، لاسيما أن بنيامين نتنياهو ما زال يرفض، حتى متردد وهناك تردد في إرسال الوفد الإسرائيلي، مع أن رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز سيأتي إلى القاهرة والمفترض أن يأتي الوفد الإسرائيلي والوفد القطري والوفد الفلسطيني، ولكن حتى اللحظة لا يوجد بوادر بهذا الاتجاه. أضف إلى ذلك أن النقاط التي تحدثت عنها في البداية ما زالت هي محور الرحى في النقاش بين الأطراف المختلفة، بين أذرع المقاومة ودولة إسرائيل من خلال الوسيط المصري والوسيط القطري والراعي الأمريكي لهذه المفاوضات. نعم. أنا لست متفائلا، آمل أن يتم اختراق في هذا الجدار وأن تراجع إسرائيل حساباتها وأن ترتدع، ولكن إسرائيل حسب ما أعتقد وأرى من خلال قراءتي لمؤشرات عديدة هي تعمل على إدامة الحرب، على توسيع نطاق الحرب بحيث تشمل الضفة الفلسطينية، الجنوب اللبناني، وقد تمتد إلى ساحات أخرى. نعم. هذا ما أراه، وقادم الأيام هو سيحمل بالضرورة الجواب على ما ذهبت إليه. بالتأكيد، كل الشكر لك دكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من رام الله.